يسعد صباحكم مشاهدينا، صباح الخير لكل انضموا لتابعونا اليوم في برنامج فلسطين هذا الصباح. اليوم الأربعاء 29 من تشرين الثاني، واليوم هو اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. طبعا هذا القرار نورة الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي وافق ذكرى قرار التقسيم 181 طبعا، واللي كان في 29 من تشرين الثاني لعام 1947. في تفاصيل هذا القرار مشاهدينا، قسم فلسطين إلى دولة عربية ودولة يهودية أيضا، ووضع القدس تحت الوصاية الدولية. صباح الخير أكيد لألك زميلتي يارا، صباح الخير لألكم مشاهدينا. بنطل عليكم بهاليوم وبمشوارنا الصباحي يلي حددناه خصيصا لنتحدث عن اليوم العالمي، اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أبرز الفعاليات وأبرز معاني هذا اليوم وماذا يعنيه لشعبنا العظيم، حيث أنه هذا اليوم هو يعتبر فرصة لجميع أحرار وديمقراطي العالم ليقدموا دعمهم السياسي والمعنوي لشعبنا العظيم اللي عانى من العديد من الويلات على طول السنوات القديمة، وحتى يعني لدعم حقوقه غير القابلة للتصرف على الوجه اللي حددته الجمعية العامة. أبرز هالحقوق الحق في تقرير المصير دون تدخل خارجي، الحق في الاستقلال الوطني والسيادة، والحق اللاجئين حقهم في العودة إلى وطنهم. أبرز الفعاليات تنظم يار عادة في مثل هذا اليوم من كل عام، أحيانا تكون الفعاليات على مدار الأسبوع، وفي عام من الأعوام كانت على مدار عام كامل للتضامن مع الشعب الفلسطيني، حيث تقام العديد من المسيرات، تنظم أنشطة في شتى أنحاء العالم بالأخص للمتضامنين مع شعبنا، بإقامة فعاليات ثقافية، مهرجانات سياسية جماهيرية توزع فيه مطبوعات عن الشعب الفلسطيني وعن فلسطين عامة وعن القضية، معظمها طبعا تكون محملة برسائل تضامنية مع شعبنا، حيث أيضا يكون هناك جولات في أيضا شوارع العالم وفي عواصمهم وهم يحملون الأعلام الفلسطينية. نعم مشاهدينا، مستمرين معكم اليوم من الساعة 8 لغاية الساعة 11 لنتبع كل هذه الفعاليات وكل الأمور التي ستجري في هذا اليوم، ولكن خلنا نروح لفاصل قصير ونرجع لكم في أولى فقراتنا. فيكم من جديد مشاهدينا في أولى صباحنا كالمعتاد، أولى مشوارنا الصباحي برفقتكم، نكون مع أبرز معنونة الصحف المحلية في هذا اليوم، وأبدأ الجولة بصحيفة الحياة الجديدة في برقية تلقاها السيد الرئيس من نظيره الروسي لمناسبة يوم التضامن العالمي مع شعبنا. بوتين يقول نؤكد على موقفنا المبدئي في دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره،
ونؤكد أن روسيا بصفتها العضو الدائم في مجلس الأمن والعضو في اللجنة الرباعية على موقفها المبدئي في دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. والصورة المرفقة مع الخبر هي من وقفة أمام مقر منظمة التحرير برام الله رفضا للسياسة الأمريكية ضدها. شعث يسلم رسالة من السيد الرئيس لنظيره الجنوب إفريقي. ومن أبرز العناوين أيضا التي تتناولها الحياة الجديدة على صفحتها الأولى: الاحتلال يعمل على فصل شعفاط وكفر عقب على عن القدس. هذا ما صدقت عليه اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع أمس على تعديل قانون أساس القدس بما يسمح بفصل مخيم شعفاط للاجئين وكفر عقب عن القدس، وذلك تمهيدا لعرضه للتصويت عليه في الكنيسة القراءتين الثانية والثالثة في خطوة تهدف أساسا إلى خفض نسبة الفلسطينيين في القدس. مجلس الوزراء يؤكد ضرورة عودة جميع الموظفين المعينين قبل تاريخ 14 من حزيران لعام 2007 إلى عملهم. كان هذا ما حدده ضمن جلسته الأسبوعية التي عقدت في مدينة رام الله أمس برئاسة دولة رئيس الوزراء دكتور رامي الحمد الله، وذلك تقديرا للجهود المصرية المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية. فتح كفى تصريحات منافية للحقيقة ولتستمر مسيرة إنهاء الانقسام. الكلمة في هذا الصباح، كلمة الحياة الجديدة، هي حملت هذا العنوان: المصالحة بلغة الانقسام، بقلم رئيس تحريرها. من العناوين التي تتناولها الصفحة الأولى من الحياة الجديدة أيضا: العاهل الأردني: عدم التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية سيفضي إلى المزيد من التطرف والعنف. كان هذا خلال لقائه مسؤولين أمريكيين في واشنطن. الوطني يطالب المجتمع الدولي بترجمة قراراته وتضامنه إلى أفعال تنهي الاحتلال الإسرائيلي، وداعيا إلى إعادة إحياء لجنة الأمم المتحدة الخاصة بمناهضة الفصل العنصري. مشروع قانون إسرائيلي يضاعف رسوم التماس الفلسطينيين للعليا 3 مرات. سنتابع أكثر أكيد ما تفاصيل هذا مشروع القانون والذي ذكرته صحيفة هارت. بنس ترامب يفكر فعلا في نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. كان هذا خلال حديث له على هامش الاحتفال بالذكرى 70 لتصويت الأمم المتحدة على قرار التقسيم 181. الأمن المصري يقتل 11 إرهابيا قرب الإسماعيلية. كان هذا خلال تبادل إطلاق نار معهم بعد 4 أيام على جريمة مسجد الروضة في سيناء. بتعليمات من السيد الرئيس، الانتهاء من بناء بيت الفنان فتحي غين في غزة. وإسرائيل تنشر القبة الحديدية البحرية لأول مرة. عودة إلى مقدمة الصحيفة ورأسها: غدا هو عطلة رسمية لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. كان هذا ما أقره مجلس الوزراء خلال اجتماعه في الأمس. ووفد إيطالي يدعم وزارة الصحة ب3 ملايين يورو. نعم، ونورا ننتقل إلى صحيفة القدس وأبرز ما جاء فيها من عناوين. في عنوانها الأول: الكنيسة تصادق بالقراءة الأولى على فصل مخيم شعفاط وكفر عقب عن القدس. صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع أمس على تعديل قانون أساس القدس بما يسمح بفصل مخيم شعفاط للاجئين وكفر عقب عن القدس، تمهيدا لعرضه للتصويت عليه في الكنيسة القراءتين الثانية والثالثة في خطوة تهدف أساسا إلى خفض نسبة الفلسطينيين في القدس. وفي خبر آخر على صحيفة القدس، نتابع حماس تطلع وفد المخابرات المصرية على خطواتها لتسهيل عمل حكومة الوفاق في قطاع غزة. فيما أطلعت قيادة حركة حماس في قطاع غزة وفد المخابرات المصرية على خطواتها لتسهيل عمل حكومة الوفاق في القطاع، واصلت قوى وفصائل فلسطينية دعواتها لكل من حركتي فتح وحماس بضرورة المضي قدما في تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام.
وأيضا تمدد استيطاني ضخم باتجاه أراضي الزاوية ودير بلوط ونصب 6 كرفانات جديدة بمعسكر قب الجانب في الخليل. فيما هدد الجيش الإسرائيلي أمس بالاستيلاء على عشرات أو على العشرات من منازل المواطنين في قرية عزون وتحويلها لنقاط مراقبة عسكرية ثابتة. نصبت قوات الاحتلال كرفانات على تلة تطل على أحياء عدة في مدينة الخليل، في وقت أكد مواطنون أن عمليات بناء استيطان مكثف تجري في محيط بلدتي الزاوية ودير بلوط غرب سلفيت، وسط استمرار حملات الاقتحام والدهم والاعتقال ومواصلة المستوطنين اقتحاماتهم للمسجد الأقصى. نتابع أيضا في كنيسة القيامة اختبارات جديدة تؤيد فرضية موقع قبر المسيح وفقا للمعتقدات التاريخية. أظهرت اختبارات علمية جديدة وجود مواد في موقع قبر السيد المسيح عليه السلام تعود إلى القرن الرابع، ما يؤيد المعتقدات التاريخية حول المكان بحسب ما أعلنته خبيرة تشارك في الدراسة أمس. ولا تقدم الدراسة إثباتا حول ما إذا كان المسيح دفن في ذلك الموقع في القدس، لكن نتائجها تتناسق مع المعتقدات التاريخية بأن الرومان بنوا الموقع بعد نحو 300 عام على واقعة صلبه. والعاهل الأردني يؤكد خلال لقائه مسؤولين أمريكيين ضرورة إطلاق مفاوضات جادة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ضرورة تكثيف الجهود لإطلاق مفاوضات جادة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشيرا إلى أن عدم التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية سيفضي إلى المزيد من التطرف والعنف في الشرق الأوسط. وكوشنر يواصل إعداد خطة السلام المرتقبة. علمت القدس من مصدر مطلع يتابع مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لبلورة خطة للسلام الفلسطيني الإسرائيلي أن جاريد كوشنر صهر الرئيس ترامب مستشاره الأساس في إعداد الخطة المنتظرة مع مستشار ترامب للمفاوضات الدولية، وبمساعدة نائبة مستشار الرئيس يقومون بتحسين صيغة الخطة، وذلك بإضافة نقاط جديدة متعددة بشكل منتظم بحيث تشمل كافة القضايا الوضع النهائي بأسلوب واضح. وأيضا نتنياهو يعلن افتتاح سفارة إسرائيلية جديدة في رواندا. التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالرئيس الرواندي في نيروبي أمس، وأعلن عن افتتاح سفارة إسرائيلية جديدة في كيغالي كجزء من توسيع التواجد الإسرائيلي في إفريقيا وتعميق التعاون الإسرائيلي الإفريقي بحسب بيان صادر عن مكتب نتنياهو. ونعود مشاهدينا إلى أعلى رأس الصفحة من صحيفة القدس، نائب الرئيس الأمريكي ترامب يدرس كيفية نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس. قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أن الرئيس دونالد ترامب يدرس بفاعلية التوقيت والكيفية التي سيتم بموجبها نقل مقر السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. نورا، كانت هذه أبرز الأخبار التي جاءت على صحيفة القدس. نعم، نتابع هذه الجولة أخيرا مع صحيفة الأيام والتي عنونت الحكومة ترتب عودة موظفي غزة القدامى لأعمالهم وفتح إجراء قانوني حماس مخالف للاتفاق. الصورة المرفقة والظاهرة على أولى الأيام لهذا الصباح هي من أفراد وضباط الشرطة خلال الطابور الصباحي عند المعبر أمس، حيث أن الأجهزة الأمنية للسلطة تنتشر في معبر رفح. لجنة برلمانية إسرائيلية تبدأ إجراءات تمرير قانون يسمح بفصل مخيم شعفات وكفر عقب عن القدس. وأقرأ أيضا بعيدا عن الأخبار المكررة في الصحف الثلاثة، هيومان رايتس ترجح نشر القائمة السوداء للمتعاملين مع المستوطنات قبل نهاية هذا العام. نتنياهو إسرائيل ستفتتح سفارة في عاصمة رواندا بعد أن كان التمثيل الإسرائيلي فيها يقتصر على سفير غير مقيم. رفح إصابة شاب واعتقال 3 خلال محاولتهم التسلل إلى مصر. إلى الخليل والاحتلال ينصب 6 كرفانات جديدة بالبلدة القديمة ويعتقل 3 شبان وأم لـ5 أطفال شرق يطا. أيضا نتنياهو هدد بانتخابات مبكرة حال عدم تمرير مشروع قانون
التوصيات وإدانة شرطي إسرائيلي بالتحرش الجنسي وانتهاك خصوصية سيدة عربية إلى سوريا، وانطلاق جولة للمفاوضات السورية في جنيف تزامنا مع وقف إطلاق النار بالغوطة الشرقية. الصورة المرفقة مع الخبر هي لمتطوع من الدفاع المدني السوري يبحث في أنقاذ مبنى بعد غارة جوية على مدينة حموريا في الغوطة الشرقية في الأمس. وأقرأ من الصحيفة الأخيرة، الصفحة الأخيرة لصحيفة الأيام، وخبر وفاة الفنانة المصرية شادية عن عمر يناهز 86، حيث توفيت في الأمس الفنانة المصرية الشهيرة شادية عن عمر يناهز 86 عاما حسب ما نقل التلفزيون المصري الرسمي. وكانت الراحلة قد عانت صحيا خلال الفترة الأخيرة ودخلت في غيبوبة إثرها تعرض لنزيف في الدماغ، ونقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج. وعدها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعقلته بالمستشفى في 10 من الشهر الجاري، وأفاد بذلك سامح الصريحي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية بمصر، ولم يعلن أي تفاصيل بما يتعلق بشأن ترتيبات جنازة الفنانة الشادية والعزاء بها، لأنه أشار لأنه سيتم إعلان التفاصيل في وقت لاحق. وترفق الصحيفة أيضا لهذا اليوم بعض المعلومات عن الفنانة الشادية من اسمها فاطمة أحمد شاكر المعروفة بالشادية، والتي ولدت في عائلة فنية لأب يهوى العزف على العود ويحب الغناء، ما شجعها على امتهان واحتراف الفن أكيد، بالإضافة إلى ذكر مسيرتها الفنية في الغناء وأيضا في السينما المصرية وأبرز الأغاني أيضا التي سيطرت الوطنية التي بقيت في الصدارة مثل مصر اليوم في عيد ويا حبيبتي يا مصر وأم الصابرين لروحها أكيد الرحمة. أكيد يعني من أبرز مسرحياتها ريا وسكينة كمان نورة، ما زالت أكيد تظهر في جميع المناسبات بالأخص الأعياد. صحيح. من بعد ما تفرد يعني لها الشاشات العربية مساحة كافية لها المسرحية إضافة لغيرها من الأعمال، وأكيد أعمالها اللي تبقى مشاهدة أيضا في السينما وعلى المحطات التلفزيونية لأنها أكيد لها مسيرة فنية رائعة. صحيح. لا يمكن نسيانها أكيد. أكيد مشاهدينا، وهيك بنكون وصلنا لنهاية فقرتنا في القراءة السريعة على الصحف المحلية، وخلنا نروح لفصل قصير ومن ثم منتابع.
أهلا فيكم من جديد مشاهدينا، منتابع قراءتنا في الصحافة الإسرائيلية وما كتبت لهذا اليوم أيضا مع زميلنا المختص في الشأن الإسرائيلي فايز عباس. صباح الخير. صباح الخير نورا. صباح الخير. صباح الخير للمشاهدين. اليوم الصحافة الإسرائيلية في عناوينها الرئيسية 70 عام على قرار التقسيم والاحتفالات في الأمم المتحدة وإسرائيل، وأيضا بالنسبة لقانون التوصيات والهجوم غير المسبوق على وزير المالية كحلون الذي أيد هذا القانون على الرغم من أنه أعلن معارضته الشديدة له، لكنه في نهاية الأمر رفع إصبعه. ولكن هناك من ادعى من حزب كحلون كولانو بأن الليكود هدد بالذهاب إلى انتخابات مبكرة إذا لم يمر هذا القانون، إذا لم يتم إقرار هذا القانون. وأيضا أنت تحدثت عن زيارة نتنياهو لأفريقيا، هو زار كينيا وكان رئيس الحكومة اللي يعتبر من الغرب الوحيد الذي شارك في احتفالات للرئيس الجديد الذي اختير هناك، الوحيد من الغرب. وزيارته لرواندا هو ليس من أجل فتح سفارة، لأن إسرائيل تريد مهتمة في رواندا، ولكن إسرائيل اتفقت مع رواندا على تهجير آلاف المهاجرين الأفارقة من إسرائيل إلى رواندا مقابل $5,000 عن كل مهاجر أفريقي تستوعبه رواندا. ولكن يعني ما يذكر بصحيفة القدس عن هذا الموضوع، الهدف الرئيس من توسيع من افتتاح السفارة الإسرائيلية في رواندا هو تعميق التعاون الإسرائيلي الإفريقي وتوسيع التواجد الإسرائيلي فيها. التواجد الإسرائيلي موجود في أفريقيا مش من اليوم. إسرائيل أنا بدعي على الأقل أن إسرائيل احتلت أفريقيا في السنوات الأخيرة، ومن بدأ في قضية أفريقيا هو وزير الخارجية السابق أفيغدور ليبرمان اللي ركز كل جهوده في أفريقيا، إن كان في جنوب السودان وإن كان في أثيوبيا وإن كان في دول أخرى. وهذا الأمر أثمر بالنسبة لإسرائيل في التصويت في مجلس الأمن على الاعتراف ب فلسطين. كانت الدول الأفريقية التي امتنعت حتى صوتت ضد الاعتراف بفلسطين في الدقيقة الأخيرة بسبب تدخلات إسرائيل وبسبب ما دفعته إسرائيل لهذه الدول. لكن أفريقيا هي بالنسبة لإسرائيل اليوم هي أهم من أوروبا بكل ما يتعلق في الاستثمار وطبعا البيع الأسلحة والأمن والاستشارات الأمنية. نبدأ في صحيفة معريف. كحلون وزير المالية ورئيس حزب كولانو، ربما سيصل الوضع في كل ما يتعلق بفساد نتنياهو والقوانين أن أقول إلى هنا يكفي، وقضية قانون التوصيات هو لا يليق، غير لائق وغير لطيف، وغير لطيف أيضا أن تكون وزيرا في حكومة تحدث فيها مثل هذه القضايا، قضايا الفساد، وبحكي عن نتنياهو. وحتى ليس لطيفا أن تكون مواطنا في هذه الدولة، هذا وزير إسرائيلي يقول هذا الكلام. ولكن إذا أنت محتج وهذا غير لطيف وغير ومش حلو، قدم انسحب من الائتلاف واسقط هذه الحكومة. طبعا هو انتقد بشدة، وكان هذا رده على الانتقادات لأنه صوت مع قانون التوصيات الذي يمنع الشرطة من تقديم توصيات في ملفات بنيامين نتنياهو. حزب كحلون دعم قانون التوصيات مقابل تجميد القانون الفرنسي. القانون الفرنسي يتحدث عن منع التحقيق الجنائي مع رئيس الحكومة. وقال أحد أعضاء الكنيست من حزب كولانو أن الليكود هددهم بالذهاب إلى انتخابات مبكرة إذا لم يقر قانون التوصيات. الليكود يعني بيشتغل ساعات إضافية من أجل إقرار القانون الأسبوع القادم بالقراءتين الثانية والثالثة، وهذا يشمل طبعا نتنياهو والتحقيق مع نتنياهو.
النائب العافي إسرائيل شاي نيتسان قال عن هذا القانون غير ضروري ومثير للمشاكل، وأضاف أن الملف ألف ملف الهدايا لنتنياهو سينتهي قريبا على الرغم من أنه ليس بهذه البساطة القانونية، وأن نتنياهو خضع حتى الآن 6 مرات للتحقيق وسيحقق معه مرات إضافية. وزير القضاء السابق دان ميريدور حول هذه القوانين وهو من أمراء الليكود قال أن الحكومة فقدت الخجل، يعني صارت عار هذه الحكومة لأنها تقر قوانين شخصية لخدمة رئيس الحكومة، رئيس حكومة يخضع للتحقيق بتهم الفساد. على خلفية العاصفة حول هذا القانون والتحقيقات، نتنياهو إلى رواندا في أفريقيا وفتح السفارة هناك، حكينا عنها. نائب الرئيس الأمريكي ترامب يدرس جديا نقل السفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس. نائب الرئيس تحدث في الذكرى 70 للتصويت على قرار التقسيم، وقال نضال إسرائيل هو نضال الولايات المتحدة. طيب كيف بدنا نكون موضوعيين في عملية السلام في اتفاق السلام إذا نضالهم نضال إسرائيل هو نضال أمريكي؟ يعني بالمناسبة كوشنير انت حكيته خبر عنه، في هو منع اتخاذ بضغوط شخصية منه وشخصة وتجنيد شخصيات سياسية عالمية من أجل إحباط اتخاذ قرار ضد الاستيطان مؤخرا هذا الحكي. وهنا هو بده يعد قانون، يعني هو أكبر داعم للاستيطان كان. لجنة الدستور والقانون في الكنيست تقر في القراءتين الثانية والثالثة قانون فصل هذا القانون آخر، أن الحكومة بحاجة إلى أغلبية 80 عضو كنيست في حال يتم اتخاذ قرار بالانسحاب من المناطق المحتلة والقدس. عضو الكنيست موسي راز من حزب ميرتس قال إن الهدف من هذا القانون هو تكبيل أيادي الأجيال القادمة ولمنع أي إمكانية للتوصل إلى سلام مع الفلسطينيين. بعد تعيين عضو الكنيست عساو فريج من ميرتس وهو طبعا عربي في لجنة الخارجية والأمن، عضو الكنيست أورن حزن من الليكود، متذكرين أورن حزن؟ مش حاجة نذكر شو كان يشتغل قبل ما يصير عضو الكنيست. يقول لا أعتمد أو لا أثق بعضو الكنيست فريج أن يحافظ على أمن إسرائيل. المتدينين يعني الحريديم الذين تظاهروا في الأمس احتجاجا على تجنيدهم للجيش صرخوا لأفراد الشرطة أنتم أسوأ من النازيين، ورشقوهم بالبيض والزجاجات الفارغة وإصابة 3 من أفراد الشرطة واعتقال 18 متدينا. في انفجار العبوة في يافا، العبوات الغاز في يافا، الشرطة تشتبه بأنه عمل مقصود، تشكيل طاقم خاص من الشرطة للتحقيق. القتلى طبعا هن من العرب، ريمون خوري 21 عاما من يافا، علي أبو جمعة 27 عاما من الطيبة، والشاب محمد ياسين 35 عام من طول كرم. أنا اللي فهمته أنه شقيقه بيشتغل معنا في التلفزيون، كان في إعلان بالأمس. الشرطة في السنة الأخيرة تم ضبط 120 بندقية، 138 مسدس، و 188 قنبلة، 61 عبوة ناسفة، 259 زجاجة حارقة وصاروخ لاو في البلدات العربية. المطالبة بالتحقيق الجنائي مع سفير إسرائيل في الأمم المتحدة بسبب قضى داني دانون، قضايا الفساد كشف عنها في القناة الثانية. والكاريكاتير اليوم الذكرى 70 لقرار التقسيم، وطبعا العرب هناك بتطلع اليهود برقصه، وهذا بقول
ليش انت هيك محمض يعني حامضين زي ما حكى نتنياهو عن الحموضة يعني وعن اللي مخلى الحموتين. إيديوت أحرونوت 70 عاما على التصويت التاريخي على قرار التقسيم في الأمم المتحدة وإعادة تمثيل التصويت. 33 دولة قالت نعم ومكنوا اليهود من تحقيق حلمهم الذي استمر أكثر من 2000 عام. وأمس تم افتتاح احتفالات 70 عام على قرار التقسيم واستقلال إسرائيل. النائب العام يعني يتحدث عن نتنياهو، قلنا تحدثنا عنه فيش حاجة نكرر، لكنه قال أن قانون التوصيات هو قانون إسكات الشرطة. للمرة الثانية خلال عام ونصف نتنياهو يزور أفريقيا وشارك في الاحتفالات بتعيين رئيس لكينيا الجديد. نتنياهو الوحيد من الغرب الذي يشارك في هذه الاحتفالات، وأعلن عن قرار إسرائيل بفتح سفارة في رواندا. حكينا ليش؟ مصارع إيراني خسر بشكل مقصود في مباراته لكي لا يقابل مصارع إسرائيلي في المرحلة الثانية، وهو تحدث عن ذلك بشكل واضح وصريح وطالب بالجائزة المالية من الحكومة الإيرانية لأنه خسر عن قصد يعني. التحقيق مع صاحب الحانوت الذي وقع فيه الانفجار في يافا وأدى إلى قتل 3 شبان، وهناك يعني مشتبه هو بالتسبب بالموت بسبب الإهمال. والبرلمان الأفريقي في كنيسة إسرائيل الأسبوع القادم في مؤتمر لرؤساء البرلمانات في أفريقيا في إسرائيل. الكاريكاتير اليوم طبعا إذا أنتم يعني مش أكيد بتذكروش يعني كانوا في إسرائيل بال 47 ينتظروا يسمعوا الأخبار في الإذاعات هاي القديمة الراديات حول التصويت في الأمم المتحدة. مين مع مين ضد مين؟ نتنياهو بدخن باستيقار في البيت بحده الكلبة وفول 70 سنة على القرار. نتنياهو هون كحلون ودافيد مسلم لا عفوا دافيد مسلم وبيتان اللي هو كان وراء قانون التوصيات كله، كحلون مع شكيد الوزراء مع المعارضة لم تكن موجودة، وقانون التوصيات مرة بالقراءة الأولى ونتنياهو مبسوط. يعني كيف جابوها إنه كيف كانوا يلصطوا كيف قرار التقسيم كان مهم، واليوم صار هذا الإشي بالنسبة لنتنياهو مهم جدا. ننتقل لصحيفة هارتس. قانون إسكات الشرطة التوصيات، مقربون من نتنياهو يهددون أعضاء كنيسة من حزب كولانو إذا لم يتم إقرار القانون سنذهب إلى انتخابات مبكرة. 3 قتلى في الانفجار في يافا. أفراد الشرطة كذبوا بكل ما يتعلق بالاعتداء على رئيس القائمة المشتركة أيمن عودي في أم الحيران العام الماضي في النقب. التحقيق أمس مع 9 من أفراد الشرطة تحت طائلة القانون، وتبين من شريط جديد وصل لقسم التحقيق مع أفراد الشرطة كيف قاموا هؤلاء بالاعتداء على عضو الكنيسة عودي دون أن يستفزهم دون أن يقول أي كلمة يعني مش في مكانها. اعتقال ضابط اعتقال منزلي لمدة 3 أيام، وطبعا هن تم تحقيق معهم وكذبوا في التحقيق، فاليوم يعني ممكن أنه يصلوا لوضع أنه هن يحاكموا. موقع تاريخي في القدس سيتحول إلى موقع للسكن للأغنياء. اللجنة لجنة التخطيط والبناء في بلدية القدس ستقر بناء 10 الشقق الفاخرة على رأس التلة التي تطل على البلدة القديمة، يعني هاي اللي بتطل على الأقصى وعلى هذه يعني هذا المكان مقدس للديانات الثلاث. وتم بيع الأرض من قبل البطرك ثيوفيلوس لرجل أعمال لبناء هذه الوحدات
السكنية في هذه المنطقة. وزير المعارف نفتالي بنت حتى بخاف من جمعية حقوق المواطن قرر إلغاء مؤتمر مشترك مع جمعية حقوق المواطن بادعاء أن هذه الجمعية تدافع عن اللي سماه هو المخربين يعني منفذي العمليات يخرب رأس أبوه حتى بخاف حتى يجتمع معهم. المستشار القانوني يسمع الخبر. إسرائيل بتخترع يعني العقل اليهودي بيخترع أمور عجيبة غريبة. المستشار القانوني للحكومة يدرس إمكانية نشر بيوت نشر نص البيت في بؤرة استيطانية وأقيمت على قسم منها على أرض خاصة البيوت فلسطينية. طبعا يدرس هذه الإمكانية يعني طب حتى يعني أصحاب الأراضي اللي نص بيت في أرضه ونص بيت مش في أرضه يعني نشر وليس هدم طبعا يضل قائمة. وعلى الرغم من أن المحكمة العليا كانت قد أصدرت أمرا بهدم هذه البيوت ولكن المستشار القانوني للحكومة اليوم يريد ترخيصها يعني. إقرار قانون فصل شعفات وكفر عقب عن القدس يعني لإخلاء يعني للسحب مكان السكن 140 ألف فلسطيني من القدس يعني بالقصد من أن تخفيض عدد الفلسطينيين في القدس لكي تكون يهودية كاملة. وطبعا سيتم أيضا ضم معلية أدوم مستوطنة معلية أدوميم والمستوطنات والبؤر الاستيطانية القريبة إلى بلدية القدس يكره أن يزيدوا عدد اليهود 130 ألف. والكاريكاتير اليوم كحلون لوحده رافع إيده وبصوت مع هذا القانون يعني عمليا هنا الرسام أو الصحيفة يعني يقولون أنه اليوم كحلون هو في ورطة عمليا بسبب هذا التصويت على المستوى الشعبي وبقي وحيدا في هذا الموضوع. شكرا. شكرا لك زميلنا فايز عباس. اهلا وسهلا فيك سعد صباحك. شكرا لك. واحنا منواصل صباحنا نبدا بفقراتنا ومحطاتنا اكيد يلي خصصناها للحديث عن اليوم العالمي لتضامن مع الشعب الفلسطيني ومشوارنا الصباحي يلي رح يمتد لهذا الصباح لغايه الساعه 11 من بعد هذا الفاصل. مشاهدينا خليكم معنا. We'll be right back.
اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بجديد بمشوارنا الصباحي من فلسطين هذا الصباح اللي خصصنا محطاتنا للحديث عن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. يعني في هذا اليوم كيف تستثمر وزارة الخارجية هذا اليوم من خلال سفاراتنا من خلال قنصلياتنا وبدبلوماسينا اكيد في الخارج لدعم شعبنا ايضا لحشد الجماهير لحشد الشعوب الاخرى لتقوم بالتضامن مع شعبنا الفلسطيني وأيضا لإرسال يعني صوتنا ولإيضاح الصورة الفلسطينية أكثر. للحديث عن هذا الموضوع يسعدنا الترحيب بالدكتور تيسير جردات وكيل وزارة الخارجية. يسعد صباحك. أهلا وسهلا. صباح الخير. يسعد صباحك دكتور تيسير. يعني في البداية خلينا نتحدث أكثر عن تاريخ إقرار هذا اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ونوضح الصورة أكثر لمشاهدينا. صباح الخير بداية. وفي هذا اليوم هو يوم تاريخي نعتبره حيث نجحت الدبلوماسية الفلسطينية النشطة في أواخر السبعينات وبالتحديد في العام 1978 باستصدار قرار من الأمم المتحدة ليكون 29 نوفمبر هو يوما عالميا للتضامن مع الشعب الفلسطيني. أكد القرار على ضرورة القيام المجتمع الدولي والدول والمنظمات الدولية بالاحتفال بهذا اليوم كيوم عالمي سنويا. تم الاحتفال الأول بهذا العيد في العام 1979 وكانت احتفالات متميزة، رسائل من كل زعماء العالم ورؤساء العالم إلى الرئيس ياسر عرفات في ذلك الوقت، ولا زالت هذه الرسائل ترد حتى اللحظة إلى الرئيس محمود عباس في هذا اليوم. في هذا اليوم هناك نشاطات كثيرة، ولكن المدلول الأساسي من اختيار هذا اليوم بالتحديد هو أنه جاء يعني في ذكرى قرار التقسيم 29 نوفمبر 1947، حيث أصدرت قرار 181 الأمم المتحدة 181 الذي دعا إلى قيام دولتان، قامت دولة إسرائيل ولم تقم دولة فلسطين. وأيضا بإشارة بسيطة إلى هذا الموضوع أنه لم يقر في اللجنة السياسية في ذلك الوقت، ولكن تجاوزا تم نقله إلى الأمم المتحدة وتم التصويت عليه، ولم يحصل هذا القرار بالمناسبة على ثلثي الأصوات في اللجنة السياسية، وهذا كان مخالفا لقوانين الجمعية العامة للأمم المتحدة. أما وقد حدث ذلك وكان من نصيب الدولة الفلسطينية يعني نسبة مقاربة لنسبة دولة إسرائيل، ولكن إسرائيل لم تلتزم بذلك، قامت بعام 1948 بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الاستعمارية في ذلك الوقت وبريطانيا باحتلال الجزء الأكبر من فلسطين بالقوة وبالإرهاب وبكل هذا التاريخ الذي يعرفه شعبنا ويعرفه العالم. فأصبح نصيب إسرائيل من فلسطين التاريخية هو 78% و22% فقط بقي لفلسطين اللي هي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس. مدلولات هذا اليوم واختياره هي التأكيد على حق الشعب الفلسطيني، حقه في تنفيذ قرار التقسيم، حقه في إقامة الدولة الفلسطينية، حقه في أن تعود العدالة المفقودة التي فقدها الشعب الفلسطيني والتي نتج عنها كل هذه النكبة وكل هذا الاحتلال وكل هذا الوضع الذي وصلنا إليه، لتأتي إسرائيل في عام 67 وتحتل 22% حسب التي أبقتها أو التي بقيت للشعب الفلسطيني، وتطور هذا الأمر إلى 50 عاما من هذه النكسة التي بقيت حتى هذه اللحظة. الآن لم يتبقى شيء من الضفة الغربية التي مسافتها يحتفل الاحتلال الإسرائيلي بإقامة الدولة اليهودية بهذا من خلال هذا القرار. نعم، هو يعني احتفال وفي نفس القاعة التي تم التصويت عليها. هذا يدل على أن المجتمع الدولي للأسف لا يأخذ مكانه ولا يأخذ دوره، ولا الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أقرت هذا القرار قادرة على أن تضغط على إسرائيل وأن تفرض على إسرائيل كما فرضت إسرائيل بالقوة على العالم كله أن تغير قرار التقسيم، وهي تحتفل الآن على حساب نكبات والمصاعب التي عانى منها الشعب الفلسطيني والذي أفقده عشرات الآلاف من الشهداء والتشريد والتهجير.
أكيد. كيف تستثمر وزارتنا هذا اليوم بالحديث مع سفاراتنا في دول العالم مختلفة على يعني إيصال الصوت والقضية الفلسطينية وإيضاح يعني هذا الموضوع وما كل ما يعانيه شعبنا، بالإضافة كيف هي يعني التطلع على الفعاليات الأخرى التي تنظم عادة لهذا اليوم في مختلف دول العالم واليوم أيضا في مقرات الأمم المتحدة، خاصة المقر الرئيس في نيويورك لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. نعم، جرت العادة منذ ذلك التاريخ منذ العام 1979 والاحتفال يتم سنويا بفعاليات مختلفة. الفعاليات الأساسية أولا في الأمم المتحدة نفسها تعقد جلسة للجنة الخاصة بحقوق الشعب الفلسطيني، وهي لجنة دائمة في الأمم المتحدة، تعقد احتفالا بهذه المناسبة في مقر الجمعية العامة، يحضره الأمين العام للأمم المتحدة، يحضره المندوبين، يحضره مندوب فلسطين، ويكون هناك رسالة تقرأ وهي رسالة السيد الرئيس محمود عباس التي أرسلت إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريس. وفي هذا الاحتفال يقام على هامش أيضا معارض وفعاليات أخرى، وأيضا في كل سفراتنا في معظم دول العالم ينظم احتفالات متنوعة مختلفة حسب يعني النشاط في تلك البلد. هناك مهرجانات، هناك مؤتمرات صحفية، هناك معارض، هناك فرق فنية تقوم بعمل يوم. الاحتفالات موجودة في كل مكان. مثلا على سبيل المثال بعد الأمم المتحدة هناك احتفال اليوم في الجامعة العربية، تحتفل الجامعة العربية بهذا اليوم بشكل موسع وبحضور جميع مندوبي الدول العربية، ويكون هناك كلمة للأمين العام وكلمة لفلسطين. وأيضا في كل سفراتنا تنظم احتفالا خاصا بهذه المناسبة، وأيضا يتلقى السيد الرئيس محمود عباس بهذه المناسبة الرسائل من الرؤساء والملوك ومن كافة زعماء العالم للتأكيد على حق الشعب الفلسطيني وللتأكيد على ضرورة يعني إرجاع العدالة للشعب الفلسطيني. بالأمس تلقى الرئيس رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تؤكد على دعمه لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته ودعمه للعملية السياسية التي تفضي إلى حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية. النشاطات متنوعة ومتعددة، ولا يكاد يكون هناك بلد في العالم لا يحتفل بهذه المناسبة. وبدأت بالأمس الاحتفالات من نيويورك من خلال معرض أيضا. نعم صحيح، معارض على الهامش، أحيانا نرسل فنانين يقيموا أيضا حفلات بهذه المناسبة في مقر الأمم المتحدة وفي كل دولنا، ونحن على تواصل، ونحن قبل ذلك يعني نعمم على سفاراتنا بالتحضير لهذا الاحتفال، وأيضا يشارك شخصيات فلسطينية قيادية في العديد من الاحتفالات. اليوم هناك يمكن أن يكون احتفال في بيروت أيضا في اليونسكو، ووزير الخارجية هو موجود أيضا في بيروت، وفي أي دولة أخرى هناك مشاركات فعالة. ويظهر هذا اليوم حجم التضامن الحقيقي مع الشعب الفلسطيني وحجم يعني التوجه الدولي لإقرار حل الدولتين، لتجد إسرائيل لوحدها منعزلة في موقف وحيد ومنعزل، هي التي تحتل وهي التي تقوم بالاحتلال وهي التي تقوم بحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، ولكن بقية دول العالم هي مع حقوق الشعب الفلسطيني. أكيد. وفي هذا لهذه المناسبة وزارة الخارجية والمغتربين تطالب المجتمع الدولي باحترام قرار التقسيم إقامة الدولة الفلسطينية وأيضا اعتراف بالعضوية الكاملة لفلسطين. هذا صحيح، نحن حصلنا على العضوية لدولة فلسطين، عضو مراقب في الأمم المتحدة ب 29 نوفمبر بالمناسبة 2012. في العام 2012 كان اختيارنا أيضا له دلالة أيضا بهذا الإطار، ونحن حاصلين على اعتراف 138 دولة، وهذا عدد كافي من الدول وشرعية كافية تكاد تتجاوز أي شرعية أخرى، لأنه أصبح بهذا الاعتراف أن يكون هناك ضرورة ملحة للاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية وحتى تجسد حقيقة واقع على الأرض، وهي بالمناسبة دولة ولكنها تحت الاحتلال، كل مقومات الدولة موجودة، شرعيتها موجودة من الأمم المتحدة، توجه المجتمع الدولي على مبدأ حل الدولتين، قرار التقسيم 181 يعطي شهادة ميلاد لهذه الدولة، كل هذه المؤيدات يعني تحتم على العالم، على المجتمع الدولي، على القوى الفاعلة في المجتمع الدولي قبل الدول الأخرى
أن تقر بهذا الاعتراف وأن تعترف بدولة فلسطين حقيقة واقعة وتجسد قانونيا على الأرض. نعم يعني دكتور، بعد هذا التضامن والتعاطف، يعني هل باعتقادك نحن أقرب إلى الاستقلال وخاصة بعد المصالحة الفلسطينية التي تمت مؤخرا؟ يعني كل يعني شروط الاستقلال والحرية متوفرة. نعم. يبقى الجانب الإسرائيلي، هذا الجانب الذي هو يتحكم في الشعب الفلسطيني من خلال احتلاله بالقوة، ويبقى الجهد الدولي الذي يجب أن يكون أكثر من ذلك بكثير حتى يحقق الشعب الفلسطيني. المهم في الموضوع أن الشعب الفلسطيني على مدى السنوات السبعين الماضية ظل ثابتا وصامدا على مبادئه ومتمسكا بحقوقه الفلسطينية، وكل ما مر على هذا الشعب من نكبات ومن حروب ومن اقتلاعات ومن مؤامرات دولية وغير دولية وإقليمية، ظل هذا الشعب الفلسطيني متماسكا، ظل يبني في وطنه، ظل يبني الإنسان الفلسطيني الذي لن يتنازل ويتمسك بالمبادئ، لن يتنازل عن حقوقه مهما مرت السنين. 70 سنة صحيح فترة طويلة، 50 سنة من الاحتلال للضفة الغربية، هذه إشارات للعالم أن يعرف أنه هذا آخر احتلال في العالم. 50 سنة صحيح. ولا يعترف بحدود دولة فلسطين على حدود عام 67 بالرغم من كل المرونة التي أبدتها القيادة الفلسطينية منذ توقيعها اتفاق أوسلو حتى اليوم، ولكن الجانب الآخر الجانب المعيق هو إسرائيل، ولكن ستبقى لنا إرادة قوية بهذا الشعب العظيم المرابط في القدس والمرابط في كل ذرة من تراب فلسطين، والذي يقاوم الاستيطان والذي يقاوم الاحتلال. نعم. أعتقد بهذه الإرادة فقط وبصمودنا وبصمود قيادتنا في وجه كل المحاولات السياسية الهادفة والرامية إلى إجهاض القضية الفلسطينية وإلى تجاوزها، تبقى القضية الفلسطينية قضية مركزية أولا عند شعبنا الفلسطيني، عند أهل الوطن وعند أهل الأرض، وأيضا عند أمتنا العربية التي تقف إلى جانبنا، وإن شاء الله ستظل تقف إلى جانبنا حتى نحقق هذه الأهداف المشروعة والأهداف التي يسعى إلى شعبنا إلى إقامة دولته المستقلة وعاصمة القدس إن شاء الله. أكيد هذا ما نطمح له. كل الشكر لك لوجودك معنا في برنامجنا لليوم دكتور تيسير جردات وكيل وزارة الخارجية، يسعد صباحك مرة ثانية. شكرا. يسعد صباحك دكتور. مشاهدينا مستمرين معكم، والآن سننتقل إلى استديوهاتنا في غزة، وزميلتنا ساندرا متواجدة معنا اليوم. يسعد صباحك ساندرا. صباح الخير ساندرا. يسعد صباحك يارا، يسعد صباحك نورا، صباح الخير لكم، صباح الخير لكل المشاهدين اللي عم بتابعونا اليوم في هذه الجولة الصباحية من برنامج فلسطين هذا الصباح، وتغطية خاصة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الموافق 29 نوفمبر. هذا اليوم الذي له دلالات ومعاني كثيرة بالنسبة للشعب الفلسطيني، ففي مثل هذا اليوم أقرت الجمعية العامة القرار 181، هذا القرار الذي بات معروفا بقرار التقسيم الذي ينطوي عليه أن تنشأ في فلسطين دولة يهودية ودولة فلسطينية، وأن تكون القدس كيانا طبعا يشرف يكون لديه طبعا كيان خاص، وأن يتم طبعا أن يخضع لنظام دولي. نتحدث أكثر عن هذا الموضوع ودلالات هذا اليوم مع ضيفي بالاستوديو الأستاذ الدكتور رياض العيلة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر. استاذ صباحك. أهلا، صباح النور على الأرسال. بداية إذا حابين نسلط الضوء على هذا اليوم ودلالاته معناه وتاريخ هذا اليوم بالذات. يعني بداية نستطيع أن نقول بأن في يوم 29/11/1947 تبنت الأمم المتحدة قرارا بتقسيم فلسطين إلى دولتين، واعتبار القدس وبيت لحم مناطق تحت السيطرة الدولية. وبالتالي منذ ذلك التاريخ بدأت الحركة الصهيونية تعمل من أجل أن تثبت نفسها وتثبت الدولة اليهودية، وقامت بكل هذه الأشياء من أجل الوصول إلى تحقيق هدفها وهو إقامة دولة لليهود في فلسطين. فكان هذا اليوم قرار التقسيم قد منح اليهود قرارا دوليا لإقامة هذه الدولة، ونص كذلك على أن تكون هناك دولة فلسطينية أو دولة عربية بجانب الكيان الإسرائيلي، وإن كانت نسبة الأراضي التي تحتل هذه الدولة لا تساوي
تقريبا 46.5% من الأراضي الموجودة. وبالتالي من هذا المنطلق نقول بأن الأمم المتحدة عندما تبنت هذا القرار أولا عملت على تشتيت الشعب الفلسطيني وتهجير الشعب الفلسطيني وإحلال مواطنين آخرين من دول مختلفة بدل هذا الشعب الموجود منذ أن وطأ الكنعانيون قدمهم في فلسطين قبل 3500 سنة قبل الميلاد. وبالتالي من هذا الأساس على الرغم من قيام الأمم المتحدة، وأنا أعتبر أن الأمم المتحدة في هذه القضية هي تساوقت مع الأهداف الإسرائيلية، مع الأهداف الصهيونية، مع الأهداف الاستعمارية ليكون لها موضع قدم في المنطقة العربية لتعمل على تفتيت المنطقة العربية. وما نشهده اليوم هو هذا الواقع الذي فكرت فيه الاستعمار البريطاني والفرنسي منذ حملة نابليون بونابرت على فلسطين وعلى المنطقة العربية يعني قبل تقريبا 200 عام. وبالتالي من هذا المنطلق نقول أن هذا اليوم هو يوم قاسي بالنسبة للشعب الفلسطيني، ولكن بعد مرور أكثر من 30 عام بعد ما فرضت المقاومة الفلسطينية والثورة الفلسطينية ومنظمة التحرير وخطاب الرئيس الراحل أبو عمار في الأمم المتحدة في 1974 عندما قال لهم بأني جئتكم بغصن الزيتون في يد وبسلاح في يد آخر فلا تسقطوا غصن الزيتون. وبالتالي من هذا الأساس كلمة غصن الزيتون يعني لابد أن تكون هناك دولة فلسطينية تقوم على الأرض الفلسطينية ولكن بالطرق السلمية. ولكن الأمم المتحدة فاجأت العالم وإن كانت بأنها اتخذت قرار في عام 77 بأن تعتبر هذا اليوم يوم 29/11 من كل عام هو يوما للتضامن مع الشعب الفلسطيني للوصول إلى حقوقه. يعني بعد أكثر من 30 عام تعترف الأمم المتحدة أن للشعب الفلسطيني حق في أرضه بعد أن كانت بريطانيا من خلال وعدها المشؤوم تصريح بلفور بأنه لا يوجد شعب فلسطيني في داخل فلسطين وإنما هناك أقلية، وسمحت لليهود بإقامة دولة لهم في فلسطين. وفي تلك الفترة في عام 1917 لم يشكلوا من عدد السكان إلا نسبة 3%، أي نحو 20,000 نسمة من اليهود، في حين كان أكثر من 600,000 نسمة فلسطيني يعيش على الأرض الفلسطينية. كل هذا الشيء والمآسة التي عاشها الشعب الفلسطيني بفضل قوته، بفضل قوات ثورته، بفضل جميع الجهود التي بذلتها الحركة الوطنية الفلسطينية منذ عام 1917 إلى أيامنا هذه. هذه الحركة أدت في نهاية المطاف إلى أن تجبر العالم والأمم المتحدة وأيت الأمم المتحدة على أن يكون هناك يوما للتضامن العالمي. وليس تضامن للشعب الفلسطيني، عالمي، يعني بمعنى أن تقام هناك فعالية للتضامن في داخل هيئة الأمم المتحدة. هذه الفعالية للقول للعالم بأن هذا الشعب الذي نحتفل اليوم بيومه هو يوم للتضامن معه من أجل الوصول إلى تحقيق حقوقه المشروعة وهو العودة.